كما كشف وزير التجارة سعيد جلاب أن شهر جانفي حقق ما قيمته 230 مليون دولار مقارنة بالسنة المنقضية. هذا العام رانا شهر جانفي وحده أنا وصلنا 230 مليون دولار خارج المحروقات في شهر جانفي، دونك مازال العملية متواصلة. احنا كل الشركات اللي تتعامل في التصدير، شركات اللي عندها قدرات التصدير، شركات اللي راه حاضره في الاسواق الخارجيه، احنا رانا معاهم باش نعاونوها.